بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة نتكلم على السيتوسكيلتون، الهيكل الخلوي اللي بيدي للخلية الهيكل بتاعها ويدعمها. طبعا زي الفيلمنت اللي هو الأكتين فيلمنت والمايكرو تيبيولز which found inside the cytoplasm. السيتوسكيلتون الهيكل الخلوي complex network عبارة عن ايه؟ شبكة معقدة من thread-like or tube-like structure، يبقى تركيب إما تكون تركيب خيطية أو تركيب أنبوبية. ده ال thread-like اللي بسموه الفيلمنت، بسموه فيلمنت، وده نوعين هنتكلم عليهم دلوقتي. والنوع الثاني اللي هو المايكرو تيبيول اللي هو الأنبوبات الدقيقة. يبقى ال cytoskeleton إما يكون filaments أو يكون مايكرو تيبيول. السيتوسكيلتون responsible for cell shape، يبقى maintain the cell shape، يحافظ على شكل الخلية. and either anchor the organelles، بيثبت العضيات داخل السيتوبلازم. or assist their movement، بيساعد في حركة العضيات داخل السيتوبلازم. and also even allow the cell all cell to move، بيساعد على حركة الخلية ككل. الفانكشن دلوقتي يبقى movement structural أو support. we have three types of the elements. لو انت قلت ممكن تقول عليهم نوعين بس، اللي هو النوع الأولاني اللي هو عبارة عن filament، والنوع الثاني اللي هو micro tubules. والfilament تقسمه إلى micro filament الخيوط الدقيقة، والintermediate filament يعني الخيوط المتوسطة. الميكروفيلمنت مشهور ومعروف بالأكتين فيلمنت، خيوط الأكتين. الأول خالص ده الميكروفيلمنت اللي هو الأكتين فيلمنت، وده الانترميديت فيلمنت، وده الميكروتيبيولز. نشوف السب يونتس اللي هنا، الوحدات التركيبية والبنائية. نلاقي إن الميكروفيلمنت مصنوع من الأكتين، عشان كده بنقول عليه أكتين فيلمنت. الانترميديت فيلمنت مصنوع من الفايبرس سب يونتس، والميكروتيبيول مصنوع من تيبيولين سب يونتس. الدايمتر هنا هتلاقيها 7 نانومتر، هنا اكبر شويه تبقى 10 نانومتر، هنا تبقى 25 نانومتر. الثري سيتوسكيلتون، اول حاجه زي ما قلنا نتكلم على الفيلمنتس. اول نوع من الفيلمنتس اللي هو المايكرو فيلمنتس، smallest and long thin fiber، يبقى اطول وأصغر ألياف موجودة في الخلية هي المايكرو فيلمنت، زي ما قلنا عبارة عن 7 نانومتر. made up of protein called الأكتين، مصنوع من البروتينات أو البروتين الأكتين. occurring bundles، موجود في حزم or other groups، يعني أي مجموعات تانية غير الحزم. can assemble and disassemble، يعني ممكن يتبني ويتكسر، يعني يتركب ويتحلل داخل الخلية، وبالتالي بيسموه assemble and disassemble، يتفك وتركب أو يتحلل وتكون داخل الخلية، مصنوع من أجزاء أو وحدات الأكتين. زيه برضو زي الميكروتوبيولين، ممكن كان assemble and disassemble. example بقى الميكروفيلمنت اللي هو الأكتين فيلمنت الموجود في الميكروفيلاي اللي هي الخاملات الدقيقة. الأكتين والمايوسين فايبرز اللي هما الياف الاكتين والمايوسين، طبعا دول موجودين في خلايا العضلات. الامبورتنس بتاعت ايه؟ يبقى انا شفت دلوقتي الحجم بتاعه، بتركب من ايه، شكله ايه، وصفاته، وبعد كده اهميته ايه. ويستخدم طبعا في الاساس في الماسل كونتراكشن، لان طبعا فيه الياف الاكتين، عشان كده بيساعد في انقباض العضلات. اموبويد موشن، بيستخدم برضو في حركة الايه الخلايا، زي حركة خلايا الدم البيضاء عشان تبدأ تهاجم الأجسام اللي بتبدأ تغزو الجسم، فلا حركة بسموها حركة أميبية أميبويد موشن، وسببها طبعا وجود ألياف الأكتين. النوع الثاني هو الانترميديت فيلمنت، ده الألياف برضو بس متوسطة، زي ما قلنا الحجم بتاعها كان 10 نانومتر. هنا ميديم سايزد فايبرز، مصنوعة زي ما قلنا منين؟ من الفايبرس سب يونتس. Anchor the organelles in the nucleus and hold the cytoskeleton in the place، بيساعد على تثبيت النواة والهيكل الخلوية الأخرى مكانها. Differ according to the type of the cell، ده بيختلف على حسب نوع الخلية، فهو abundant، موجود في كمية كبيرة جدا،
with high mechanical stress في الخلايا اللي بتتعرض لضغط حركي عالي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.